أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى البرنامج الإخباري المسائي هذا اليوم، والذي يأتيكم كل يوم من الأحد وحتى الخميس عند الساعة 5 مساء في توقيت خاص بشهر رمضان المبارك في بث حي ومباشر. ومع العناوين لهذا اليوم: إسرائيل تحبس أنفاسها على وقع الأزمة السياسية الممتدة منذ أكثر من سنتين، 7 ساعات وتنتهي المهلة الممنوحة لنتنياهو لتشكيل الحكومة. مصادر في حزب الليكود تتحدث عن محاولات لإقناع رئيس القائمة العربية الموحدة الدكتور منصور عباس التوصية على نفتالي بنت. الحزب الشيوعي والجبهة يشنان هجوما على الدكتور منصور عباس ويصفان مواقفه الأخيرة بالزحف المعيب والمرفوض. الدكتور منصور عباس يصدر بيانا باللغتين العربية والعبرية يقول: مبادئي وقيمي معروفة عني، ولا أنتظر شرعية من أحد ولا موافقة أو مباركة عليها من أي طرف كان عربيا أو يهوديا. اللجنة البرلمانية المنظمة تجتمع هذا المساء للتصويت على قانون الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة. قناة هلا تجس نبض الشارع وتسأل أهالي من الناصرة عن رأيهم بإقامة اللجنة البرلمانية لشؤون المواطنين العرب. ليلة مشحونة في الشيخ جراح في القدس تخللها مظاهرة ضد إخلاء بيوت عربية لصالح المستوطنين. اكتشاف إصابات بطفرتي الكورونا البرازيلية والتشيلية في البلاد. أهال من يافا ينظمون وقفة تضامنية مع روضة عايش المهددة بإخلاء بيتها. عكا تنفض غبار الكورونا عن كاهلها، القيود رفعت لكن الحركة التجارية لم تستعد عافيتها بعد. قناة هلا تزور أسواق قاهرة نابليون وترصد الأجواء فيها. إلى هنا العناوين ونبدأ. تنقضي عند منتصف الليلة القادمة، أي بعد أقل من 7 ساعات، المهلة التي منحها رئيس الدولة روفين ريفلين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة، وبذلك تصل الأزمة السياسية في البلاد إلى واحدة من مواقع ذروتها في ظل ترقب شديد لمن سيمنح رئيس الدولة التكليف لتشكيل الحكومة. على صعيد متصل، هاجم الحزب الشيوعي والجبهة بشدة القائمة العربية الموحدة ورئيسها عضو الكنيسة الدكتور منصور عباس على خلفية ما نشر حول لقاء عباس مع دروكمان أحد الحاخامات البارزين في حزب هاتسيونوت هاداتيت. وجاء في بيان صادر عن الجبهة والحزب الشيوعي: ندين تصريحات وتحركات النائب منصور عباس الأخيرة الرامية لاسترضاء غلاة اليمين الفاشي والاستيطاني كحزب الصهيونية الدينية بقيادة سموتريتش وبن غفير والحاخامات العنصريين شموئيل إلياهو وحيم دروكمان من رموز الفكر المتطرف الذي يضاهي الفكر النازي في عنصريته، من أجل إقناعهم بصلاحيته ليكون شريكا لهم وفي المشاركة في إنقاذ نتنياهو وتشكيل حكومة برئاسته. ويرفض الحزب الشيوعي والجبهة مواقف النائب عباس التي تعتبر مقاومة الاحتلال والاستيطان عنفا وإرهابا. من ناحية أخرى، أصدر الدكتور منصور عباس الليلة الماضية بيانا باللغتين العربية والعبرية تحت عنوان: هذا موقفي وليكن واضحا للجميع اليوم وكل يوم. وقال الدكتور عباس في البيان أن هنالك من يحاول المزاودة وإثارة ضجة حول تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها لإحدى وسائل الإعلام العبرية، والقصد هنا التصريحات حول العملية التي وقعت قرب نابلس في الأيام الأخيرة. كما قال الدكتور عباس في البيان: لن أكون يوما من الأيام شعبويا، لم ولن أسمح لشخص ما أن يستخدمني لشعبويته أو كجزء من الخطاب الشعبوي العنصري الداعي للانقسام والإقصاء والكراهية.
سأستمر بقناعاتي ولن أغير طريقي وطريقتي. للقراءة في المشهد السياسي والأزمة الراهنة ينضم إلينا في الاستوديو في بث حي ومباشر القيادي في حركة جذور طاهر سيف، وعضو بلدية قلنسوة والناشط الاجتماعي والسياسي نصر أبو صافي. أهلا ومرحبا بكما. أقل من 7 ساعات كما سمعتم، كيف سيكون المشهد السياسي بعد منتصف هذه الليلة؟ لمن سيمنح رئيس الدولة التكليف حسب رأيك أخ طاهر سيف؟ يعني كل الاحتمالات مفتوحة ومرشحة بالساعات القادمة. يعني لابد أن هناك اتصالات يعني خلفية مع الكثير من المركبات. بتوقع يعني نتنياهو لن يتخلى بهذه السهولة عن هذا التكليف، وسيناور حتى الدقيقة 90، أو الخيار الآخر ستكون يعني خيار الذهاب إلى انتخابات خامسة هي الأقرب من تشكيل حكومة ائتلافية أيا يكون يعني المكلف بها من أي حزب آخر. يعني عدا نتنياهو أتوقع هذا لن يكون يعني، يعني من الصعب جدا يعني بتوقع يعني حسب الخارطة السياسية. نصر أبو صافي، أنت طبعا الموجودة ما بين يعني المكون السياسي الصهيوني. نصر أبو صافي، نفس السؤال تقريبا هنا، هل استنفذ نتنياهو كل السبل وكل الطرق، أم أن هناك يخفي تحت كبات الساحر شيئا لا يعرفه أحد؟ أعتقد أنه استوفى كل القدرات والمعادلات اللي ممكن يستخدمها لتكوين الحكومة، فكلش بآخر 4 ساعات أو 5 ساعات أنه يقدر يعمل إشي في تركيب الحكومة، علما أنه التقطب موجود من أول يوم قبل الانتخابات، خلال الانتخابات وما بعد ذلك. وأمسية ما أخذ التوكيل لتركيب الحكومة من ما بدأ قبل 3 أسابيع لحد اليوم ما تغير شيء بالتقطب الموجود، والمعضلات الموجودة ما تغيرت، معروفة من أول يوم، الموجودين معه واللي ممكن ينضموا والخلاف والصراع الموجود. ما فكرش أنه في حل قدام نتنياهو. طابة راح تنتقل للملعب الثاني لرئيس الدولة، إيش يعمل فيها بين بنت أو لابيد، هناك المحور الحديث اليوم مين راح ياخذ التوكيل، هو بنت او يكون ايرلابيد. على هذا الحديث يدور حسب رايي، وانا بعتقد انا بعاد عن كثير عن الانتخابات الخامسه. عندي ايمان راح يكون حكومه بنهايه المطاف اللي هي مغايره لتيار نتنياهو. يعني احتمال ان يقول سأترك الموضوع لغيري ليكون رئيس الحكومة، هذا احتمال غير وارد بتاتا. يعني السيناريو المطروح سيكون، هل ستكون يعني حتى إذا ما أقيمت حكومة ستكون حكومة قصيرة الأمد، نعم، وعدة أشهر، وبالتالي لن يرهن مصيره ومصير الليكود في حكومة تصريف أعمال يرعاها بنت أو أي أحد آخر، فبالتالي هناك مغامرة، وبالتالي أتوقع أنه سيضغط إلى اتجاه انتخابات خامسة. أتوقع أنه المشروع أو دعنا نقول النظام السياسي الإسرائيلي الصهيوني هو مأزوم، هو الذي بأزمة الآن. أن نكون نحن جزء لمساعدة وفكفكة الأزمة كما يقوم به النائب منصور عباس، أتوقع يعني هذا شيء معيب جدا على الحركة الإسلامية. وأنا هنا نتوجه على الحركة الإسلامية، لأن الحركة الإسلامية لدينا نعرفهم، لديهم منهج واضح، وبالتالي هذا التجاوز الخطير هو تجاوز واضح لكل الثوابت الوطنية والأخلاقية والعمل السياسي بالداخل الفلسطيني. هذا تصرف فردي أيا يكن المسوغات وأيا تكون الظروف. الآن أيضا الآن ماذا سيكون رد الدكتور عباس عندما تقوم أي حكومة أخرى ويستثنى من كل هذه؟ أين سيكون؟ وين راح البضاعات؟ أكيد راح يتكسروا. فبالتالي لا نقول وندعو الدكتور منصور عباس وندعو الحركة الإسلامية إلى التراجع فورا عن هذا النهج، هذا نهج خطير جدا وعليهم أن يتراجعوا عن هذا النهج، هذا في إساءة لشعبنا، في إساءة لتاريخنا، في إساءة أيضا لقضايانا المطلبية اليومية. طيب من حقك أن تقول هذا موقفنا كذلك، ولكن هذا ربما تم أسجله، ربما تم ذلك، وهذا برسم الحركة الإسلامية ورئيسها الشيخ
ربما تم ذلك بعد دراسة. الآن لماذا لا نمنحهم الفرصة؟ لماذا لم نمنحهم الفرصة؟ ربما نجحوا في كل ما يفعلون. يا سلام، ما صرنا 70 سنة عم منحاول ومنجرب كل الطرق الممكنة والغير ممكنة. المقصود بخدمة القضية العربية. لا لا، خدمة يعني لا يمكن عزل الوضع السياسي، يعني الموقف من القضية الفلسطينية وأزماتنا الاجتماعية. أزماتنا الاجتماعية مش حالة طارئة لأنه متخلفين، عنا نسبة أكاديميين عالية جدا، عنا شباب واعدين، عنا إدارات ناجحة في كل المجالات. لا، هناك في إقصاء، عملية إقصاء سياسي واضح بنيوي داخل المؤسسة. الذي من يمنع يعني أن تتوسع الطيبة؟ يعني لماذا تتوسع مستوطن على حساب أراضي الطيبة؟ لماذا الطيبة لا تتوسع ولا يكون لديها مناطق تجارية وصناعية على الأقل للتشغيل؟ ليش؟ من يمنع ذلك؟ كيمينيتس ولا غير كيمينيتس؟ المصادرات والسياسة العنصرية الصهيونية التي تريد أن تقصين عن أرضنا، هذا واضح. يعني لا يمكن معالجة الأمور دون أن نضع المحددات. نعم، هذه حقوقنا المدنية، هي حقوق مشروعة لنا، حقوق تسلبها دولة إسرائيل، تتركها من خلال الضرائب ومن خلال الغرامات ومن خلال وتمول عمليات الاستيطان على حسابنا وعلى حساب كورونا. لا يمكن ولا يعقل أننا شعب نعمل وبالكاد قادرين أن نعيش. نصر يعني أبو صافي، لا يمكن أن يحل منصور عباس في جلسة يعني. لنفرض عندك في موقف دكتور منصور عباس، كيف ترد على طاهر؟ الصراحة خطاب أخونا طاهر فعلا مثير جدا، هو موضوع الساعة اليوم بالساحة العربية المحلية. اللي وصف أخونا طاهر هو واقع منعيشه من قيام الدولة 48 لحد اليوم، نوصف زي تصوير أشعة رنتجن. بنتظر دائما، طيب هاتولنا بشارة يا عمي شو نعمل؟ كل اللي حكاه أخونا طاهر وبيحكوه اللي غير أخونا طاهر وكل ياتن وأنا وإنت كلنا وصف هذا الواقع، كلنا عارفينه وفاهمينه عن غيب ومنعلمه حتى صرنا في حلقات هنا وهناك. السؤال اليوم إيش نعمل حتى ننهض؟ اليوم في العصر اللي منعيشه اليوم أخونا أبو نضال أخ شاكر، آن الأوان والمجتمع العربي بكل أكاديميين ولو وصفتهم وحكيتها وعلماء وأكاديميين وكيادات، وإذا ما بيفكر من جديد يطلع من القالب التقليدي وصف الواقع المحبط من الأغلبية الصهيونية اليهودية الأغلبية القائمة على الوسط العربي اللي هذا متفق عليه كلياتنا، نقدرش يتحرك. إحدى البوادر جاء فيها وبحاول عباس منصور يعمل فيها يفوت المعركة السياسي وطاولة المستديرة للتأثير على الحكومة والقرار الحكومي. بحاول من شك ثاني، احنا شايفين كده. لماذا لا نجعله يحاول؟ لماذا؟ انا مع انه بحاول، بالعكس انا يعني مع المحاولة، انا مع المحاولة وانا مع ايجاد الحل، واقرأ الواقع السياسي الاسرائيلي المحلي واستثمر الفرص. طيب، الموجود فيها الازمات الخارطة السياسية. يعني اريد ان اسألك، ما هي الخطوط الحمراء يعني لهذه المحاولة؟ الخطوط الحمراء انه مش بكل ثمن، انه مع اي انسان اني انا اروح يعني عارف النتيجة. يعني كبير مش مدرس اللي بكون انت مواطن معك في التنفيذ. رضي الله على هذا التصريح، هذا تصريح رجل مسؤول عن حزب مسؤول، ممكن يكون رئيس دولة، بقول لك انت مواطن حتى الان. ترجم لي مفهوم المواطن اللي رايح تركب عليها. اي دولة انت عايش؟ رئيس حكومة. جاوبني، تهربش من السؤال. جاوبني يا رجل، باي مفهوم لما بقول لك انت مواطن معك في التنفيذ، انت مواطن حتى الان، بكره بعرف شو بصير معك، شو وضعك، وبدك تروح تعمل معه. اي منطق اخلاقي اي منطق وطني بيسمح لك تروح تقعد مع هيك عالم؟ طالما احنا ما بنسمعش بعض. تفضل راجع بتجاوبني. هسه من جاي اذا بتعطي مجال. تفضل. اما بصيح انا ما بعرفش. لا لا تفضل، انا بصيح تغلبني. لا لا مش بصيح، تفضل. انا معك اقل من وقت من حكك عن تصرف انت. لا دقيقتين كمان حسابك بس يجاوب. أنا عندي الكثير الزمدي. لكل كلمة بتحكيها عند جريدة أجاوب إذا بتعطي مجال. فضل. فأنا بدي أكمل وين وصلت، وهي فكرة مليحة مليحة أنه ننتبه لها، وهي اللي لازم ينربي فيه وننمي فيه قياداتنا وشبابنا والأجيال القادمة، أنه بعد الكد سنين وصف الواقع بنعرفه كلياتنا وفهمناه عن غيب. هسه ضل آن الأوان إحنا نعمل كيف نستثمر. نعم. نستثمر. نعم. الساحة والمشهد السياسي البرلماني بكل زكة بكل فرصة بكل محل بنقدر إحنا نفوت ونحقق حقوق ومطالب شعبنا ومجتمعنا العربي اللي حق ابن هاي البلاد، محل الأغلبية القام على الساحة اللي إحنا بنعاني منها أكثر من 70 سنة، لازم نفوتها. اثنين، بن غفير مش رئيس حكومة. بن غفير هو عضو في هذه الحكومة وهذيك،
زيه زيه بكاتل حقوقه للمدينين تعينه للعنصرين تعينه، وانا بدي اكاتل لشعبي ومجتمع وهي الموجود. بدك تسوي له خرافيه يعني، بدك تسوي له فيه واحد عنصري زاجي يا رجل انت ساقط يا رجل، تقول عنه وانا بقدر اقول عنه اكثر من هيك، بس مش هاي المعادله. مين اللي حكى؟ مين اللي حكى عبادي؟ يا اخوي طاهر شو ناس مسؤولين، ناس جابها 8 مقاعد اكثر من المشترك واكثر من الموحده، ودورهم كد 2 مرتين مضاعف بالشارع. لا تأثير انت عن ايش تحكي؟ دعه ينهي حديثه وتفضل. بن كفير الخط الاحمر سالتني، انا بحطش بايدي لو بن كفير برشح راس حكومي بخليه، بتوجوش راس حكومي واحد من طرفنا الشكل. اما طالما انا خطابي مع حدا ممكن يقدم مصالح مجتمعي ومهضوم، ونوعا ما احنا عارفين انه كلياتهم بالنهايه نوعا ما يمين او وسط او يمين، هاي الواقع لازم نعرف في واقع موجود نكرر، يا بنضل نتباكى ونتوج ونجذر القمع تبعنا. عندك برامج بس بدك اراده سياسيه مش قياده منتفعه. البرامج الحركه الاسلاميه ومنصور عباس طلعوا بس الدور على الساحه السياسي اكثر من 70 سنه ماسكينها هن الجماعه اللي تحكي عنهن، واحنا محلنا ولا ورا محلنا ولا ورا. سليخاء متأسف جدا، متأسف جدا الماسك القيادة العربية المحلية يعني أكثر من 70 سنة. أنا متفق معك في النقطة صديقي، صديقي أنا متفق معك إنه ما تم إنجازه هو سيء وغير مرضي وتحت المستوى جيد. لماذا لا نذهب لاختيار قيادات حقيقية مجتمعية تمثل المجتمع العربي، وربما تعمل تحالف بجوز مع بن كفير يعني تعمل دولة واحدة إحنا والمستوطنين. القيادات القيادات هي قيادات غير شرعية، هي قوائم انتخابية منفعية مصلحية مين؟ على الحركة كله بدون استثناء. غضب جدا الثاني. ما هو هذا الموضوع، هو هذا الموضوع. ليش احنا بنتقدم؟ ليش احنا بنتقدمش لانه نتحدث دائما بنفس الديباجي بنفس الاسلوب ونريد نتائج اخرى. هذا لن يحدث. هل في منصور نعم بس ما بيروح على ما بيروح لحاله بدون اجماع يعني وطني ان تفتح. لا لا هو بتخطى الحدود الوطنيه وقاعد لا لا. مين اللي هجم على القدس يا سيدي العزيز؟ انا باي عقيده اسلاميه؟ ما هو كمان بده هون يحدث نوع من المصداقيه بالقضيه عندما تحمل مشروعا اسلاميا، والدكتور منصور عباس رجل مثقف ويعي تماما وهو ينتمي الى ايديولوجيه اسلاميه واضحه، ما بدي افسر اكثر من هيك. يعني الانسان واعي يعي تماما من الذي منع احداث باب العمود ولا أفارة؟ مش مطرج وغيرهم المستوطنين اللي بكوا يجوا يتعدوا على الناس ويتعدوا على حقوقهم؟ مين حكى منهم؟ ليش الحركة الإسلامية؟ وين هذا؟ وين منصور عباس من هذا؟ ليش يعني تصريح استرضاء لليمين؟ يعني هل كد إحنا يعني بدنا نصور عشان مصورة بيوف بدنا نبيع كل بلاد ونبيع كل أخلاقنا وكل كرامتنا؟ مين اللي هد عندك بكلنسوي؟ مين اللي هد عندك؟ أيمن عود اللي هد عندك؟ طبعا لا. محمد بركة اللي هد عندك؟ طبعا لا. طيب سياسات هذه الدولة اليمين كمان لازم نحكي. بس يا أخطائي نحن نريد التغيير على أساس ديمقراطي على أساس برامج. اطرح لي منصور عباس لا يطرح برامج سوى استرضاء اليمين ومحاربة على شرعيته ويريد شرعية صهيونية. هو هذا أسوأ خطاب سياسي ممكن. هو لا يفهم ذلك. دعنا طلبنا منك ان توضح الصوره. تفضل. اذا اخونا 15 عضو كنيسة عربي قبل الانتخابات الاخيره اوصوا على جانس اسوء بين جانس اسوء اسكن غلط بلد. انا توجهت غلط لانه رمى لهم اياهم بالزباله المهم. اوصوا على جانس ضد نتنياهو يعني ليس لسواد عينيه. ما مزبوط بس بالاخر يعني بالنتيجه انا بدي احاسبه على النتيجه. اخونا طاهر القياده الصح في رؤيه في واقع وفي مهارات تكتيكية كيف أنا أحقق الرؤية تبعتي. الواقع اللي نشهده معروف للجميع يمين 70% من أعضاء الكنيسة في الكنيسة يمين. هذا واقع اليوم وبكرة وكل يوم انتخابات، كل أحد وخميس انتخابات بتطلع نفس النتيجة. السؤال إحنا كمجتمع عربي قليل للأسف صرنا بعد هالكد سنين إيش نعمل؟ نغير اليمين نبدلهم لناس أيمن عودي ونصر وطاهر يصيروا؟ مستحيل. سؤال شو علينا نعمل حتى نقدر؟ هسا في خطوط حمر، في ثوابت وطنية، في دينية، عقائد، في عادات، في ثقافة عربية، في لغة، في كذا. طالما أنا بلعب في الملعب هذا وبغزل وباخذ أصلا هالكنيسة شو؟ صراع على تحقيق صراع على تحقيق أهداف ومصالح شرائح المجتمع الإسرائيلي من الروس فريق
الاشكنا الغربيه كلهم متكتلين عليك، كلهم متكتلين عليك كعربي يعني، اليهود الغربيين أوكي؟ الشرقيين اشرب ربطش حالك، سويش حالك انه انا احسن من الافيون واحنا تحت الافيون، وكل واحد جاي هناك يحارب على من السله من اتخاذ القرارات للجانب تبعه، واحنا جزء منها لازم نكون جزء من هذا الصراع من الكعكه من هذه التوصيات، والا بنضل خارج اللعبه. اثنين، فيش خطوط حمر، خطوط حمر وين ما بيمشي الخط انه انا بثبت على شوف الخطاب الموجود على الخطاب مش اكثر، فيش حل ثاني. اما نضل نلعن الظلام وكمان ظلام، وحتى اذا بدنا نفوت جواتنا كمان في نلعن بعض. ليش عندك بدائل يا اخي؟ عندك بدائل. البدائل عندك بدائل، بس بدي اكون تعقيب. يلا لحظه شوي، بدنا نكون تعقيب. يعني الصوت العربي يعني اكثر واحد وصفه وصف دقيق للحاله الانتهازيه الموجوده بدون يستخدم الصوت العربي هو يائير لبيب، قال هو صوت يمكن استخدامه لمره واحده ووصفه بوصف ثاني يعني لنا بنفسنا نستعمله. هذا واحد. اثنين، ما هي البدائل؟ البدائل اقامه لجنه حقيقيه، لجنه متابعه، اي شيء بدك اياه سميها، من خلال الانتخاب المباشر تطرح برنامج منصور عباس يطرحه للشارع بشكل واضح، نطرح البرنامج. بس مش احنا بنأثر يا رجل، يا رجل لا يمكن بالكنيسة، لا يمكن ما هو انا يعني لو رحت جبت 20 الميزانيات وين بدها تفوت؟ على السلطات المحليه، عندي هيئه قطريه ممكن ان تستوعب كل الميزانيات وكل حاله التطوير من خلالها. انا مش حاجه انه اكون واعطي شرعيه لبرلمان يقصيني طالما لا يقصي وبدوش يعطيك بحقك بالناتج القومي، وبدوش يعطيك ارض، وبدوش اياك تبني، وبدكش تتعلم، وقاعد مستبيح دمك، مستبيح دمك وعرضك. لحظه شوي يا زلمه، لحظه شوي، مستبيح دمك بالعنف فاهمين والله. طيب اوكي، شو بدك تروح تقول؟ خلينا بنفس المجال، نتحدث عن بن غفير وعن سموتريتش. تصريحاتهم لا يريدان الجلوس على طاوله واحده والله مع القائمة الموحدة. الحمد لله. ولكن الحمد لله. ولكن أنا بالرمضان بقول الله يثبتك يا سموتريتش. يعني. ولكن السؤال هل سيقبلهما يعني دكتور منصور عباس معه إذا دخل الحكومة مثلا؟ كيف تفسرها يعني؟ السؤال إنه هل مستعد الدكتور منصور عباس بعد هذه التصريحات برفضه وعدم الموافقة على انضمامه إلى جماعة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كيف ترى موقف منصور عباس وقتها؟ منصور عباس إذا فات الحكومة برئاسة نتنياهو مع هدول الشركات عينه بن غفير وغيره، لا شك إنه سمع ماذا صرحوا، وإحنا كلنا بنسمع شو بصرحوا، وكمان هن بيسمعوا شو إحنا بنصرح، كمان احنا لنا شو ادعاءات علينا، وبنعرف كلياتنا شو بنفكر عنهن، زي ما هن بيحكوا عنا احنا كمان بنحكي عنهن، الواحد يعمل اللي يقول عليه، ولكن القضيه مش بن غفير ولا سموتريتش ولا غيره، انا قضيتي مع الحكومه بدي مصالح مجتمعي، هن مش من هن اللي بيعطوني، بيقدر بن غفير يقعد 500 سنه انا مصالحي عندك، انت رئيس الحكومه قاعد معك تعطيني مجتمعي، بتعطيني مصالحي، بتعطيني كسام، ارض ومسكن وميزانيات وتطوير مجتمعي، اهلا وسهلا فيك، ان شاء الله بقعد الشيطان معه. أنا مش جاي في الكنيسة وبالسياسة الإسرائيلية، آخر برلمان في العالم فيها الكد احترام وفي عاطفة وفي حدود وفي خطوط الممكن، هنا كله مباح خالص طبعا إذا أنت بتمشي في مصالح الشرائح الاجتماعية اللي ودتك للكنيسة، هاي مشكلتنا إحنا. يا ترى إحنا بنسأل عاطفة، إحنا بنشتغل سياسة الكرة الغير معترف فيها والدنيا والعذابات اليومية اللي بكابدها أهلنا بالنقب يعني، شو على الاجنده يعني؟ هاي كيف انت بدك تقول لي توصف لي انه عمليه التطهير العرقي اللي عم بتصير وشكيت ودنيا حتى الزوجه الثانيه حتى كل بتفاصيل كل هذه الحياه مع هذول، كيف بدك يعني منصور عباس وغير منصور عباس بده يجيب شغله لهذول الناس اللي هاي هذول يوم فيش لهم شغله وعمله الا مشغلين الناس اساس، وين في واحد زرع، وين في واحد عمل بركيه، روحوا هدوا له فيها. طيب كيف بدك تجيب معه؟ كيف بدك تجيب معه؟ هذا موضوع. وين هي حالة أيديولوجية، أخطأ، هي حالة مواجهة، إيه؟ حالة صراع دائم، شئت أم أبيت، هذا صراع كائن. السؤال كيف نتعامل مع ذلك؟ إذا بدك تتعامل بنفس الأدوات لن تنجز شيء سوى الإهانة. صراع دائم واستغلال. والله يثبت سموتريتش. طيب للحديث بقية سنستضيفكم إن شاء الله مرة. شكرا لحضوركم الاستوديو طاهر سيف ونصر أبو صافي، شكرا لكم. عزيزي.